كده طبعا انا كنت في البوشاري يعني حددت استراحه ميزانيه لمده 2 كيلو. ترند عن الرساله يعني تم صنع الشغل. علي لو كنت بدون مطعم، جلست على بدون مطعم، المعلم بدون مطعم. وانا في عمل السفر على المسجد هنا. ايش يقول لك انا عم بعمل هنا بدنا نستدعونا. ما حنا ما كنا بفرص وكذا كما حلو عن تاريخنا هاي اللي هنا كنا فاشلين فيه.